عسلامتكم في دقائق نزاهة. اليوم باش نحكيو على موضوع وردت عليه برشا تبليغات على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على رقمها الأخضر المجاني 8-10-22-22. موضوعة اليوم وخاصة في زمن الكورونا هي المنح الاجتماعية من ساسها لراسها، أو بالأحرى من إسنادها لصرفها. صحيح كون الدولة التونسية هي كلها وإداراتها فكرت وحاولت تلقى حلول مسبقة للتصدي للجائحة هذه اقتصاديا وخاصة اجتماعيا، وكما تعرفوا رصدت الدولة تمويلات ضخمة مقدرة ب 2050 مليار دينار باش توفر لنا استقرارنا الصحي والغذائي، وخاصة جزء كبير من الفلوس هذه للناس اللي على قدها، العمال اليوميين اللي نهار بنهارو كان خدموا كلاو كان ما خدموش ما كلاوش، ونعرفوا شنو تأثيرات الحجر الصحي العام والشامل عليهم. في هذا الإطار وردت عديد التبليغات على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بخصوص عملية إسناد المنح الاجتماعية اللي قررتها الدولة ب 200 دينار، وتراوحت التبليغات بين معترض على قوائم المنتفعين بالمنح الاجتماعية وبين حتى اللي طالب تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وراسلت الهيئة في هذا الخصوص الجهات المعنية بشكل يكاد يكون يومي، خاصة في علاقة بقوائم المنتفعين بالمنح هذه بسبب تجاوزات صاروا حتى من طرف بعض أصحاب القرار لتحديد قائمات المنتفعين جهوياً ومحلياً. أما الغريب في هذا الكل، وحتى كان تجاوزنا مسألة الخروقات اللي صارت في قائمات المنتفعين، فإنه ظهر مشكل جديد في عملية صرف المنح واللي للأسف تم صرفها الأربع آلاف موظف بالدولة. اللي نحكي لكم فيها حقيقة وردت عديد التبليغات على الهيئة بخصوص الموضوع من قبل مبلغين بصفتهم موظفين واللي تفاجئوا بصرف المنحة هذه واستفسروا من الهيئة كيفاش يرجعوا الفلوس هذه للدولة باعتبارهم ما همش مشمولين بالإعانات. المشكل هذا هو نتيجة عدم تحيين قاعدة بيانات بعض الإدارات، وزاد عدم رقمنة الإدارة والتنسيق بيناتهم ودمج الأنظمة المعلوماتية لتونس الكل. إيش معناها دمج الأنظمة المعلوماتية؟ معناها ما عادش عنا قاعدة بيانات خاصة بالداخلية وقاعدة لوزارة المالية اللي تشرف على الديوانة اللي هي بيدها عندها قاعدة بيانات خاصة بها ومختلفة على سلطة الإشراف، ويولي عنا قاعدة بيانات موحدة ومركزية، خاطر الاختلاف وتعدد قواعد البيانات يضيع لنا برشا فلوس جهد ووقت. وفي وسط هذي الكل الله أعلم قديه من منحة تعديت للي مش مستحقها، ويا مدعات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لدمج الأنظمة المعلوماتية وتوحيد قاعدة البيانات ويكون عنا معرف وحيد لكل مواطن تونسي كما صاير في جل العالم. ما نخبيش عليكم اللي مشروع المعرف الوحيد موجود في تونس من سنة 2008، وإن شاء الله يجي نهار ويشوف النور. واليوم نعاود ونجد دعوتنا لدمج الأنظمة المعلوماتية وتركيز قاعدة بيانات موحدة بين مختلف الإدارات، واللي هذا ما ينجم يصير إلا من رقم جميع الإدارات التونسية باش نجمو نوقف نزيف إهدار المال العام، إما الفساد وإما تونس، وإحنا اخترنا تونس.